العشرات من الأجراء اليوميين في الناصرية تظاهروا أمام مجلس المحافظة للمطالبة بحصر الدرجات الوظيفية لهم التي تم الإعلان عنها مؤخرا لصالح صحة ذي قارة، لا سيما أن أغلبهم وصلت خدمته من 8 إلى 10 سنوات. اليوم نتظاهر أمام دار الصحة ذي قار ومجلس محافظة ذي قار للمطالبة بإنصاف شريحة الأجور اليومية في دار الصحة ذي قار، حيث أن الأجور اليومية تجاوز خدمتهم من 8 سنوات إلى 10 سنوات، والتعيينات الحالية والتعليمات الحالية الصادرة من محافظة ذي قار إجحاف بحق الأجور اليومية، وهذا ظلم وحيف واقع الأجور اليومية، ويجب رفع هذا الحيف من قبل مجلس محافظة ذي قار ومدير عام صحة ذي قار. خرجنا نحن مجموعة من الأجور اليومية التابعة لدائرة الصحة ذي قار، والبالغ عددنا 2600 أجر يومي، والتعيينات المطروحة تبلغ عددها 2200 مخصصة للأجور والعقود. فلذلك نطالب مجلس محافظة ودائرة صحة ذي قار ومجلس الوزراء الموقر بتخصيص هذه الدرجات حصرا للأجور اليومية، لأن أغلب الأجور يبلغ عدد خدمته 4 سنوات أو أكثر. على خلفية التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة طارئة لمناقشة مطالبات المتظاهرين، ما نتج عنها مقترحين: الأول بتخصيص 1500 درجة وظيفية لأصحاب العقود والأجراء اليوميين، والثاني منحهم 10 درجات إلى جانب نقاطهم الفعلية ليكون لهم الحظ الأوفر في التعيين. اجتماع طارئ لمناقشة الدرجات الوظيفية اللي خاصة بدائرة الصحة ذي قار بعد استحصال موافقات وزارة المالية لإطلاق درجات أكثر من 1500 درجة وظيفية دائرة الصحة ذي قار من درجات الحذف والاستحداث لعام 2016، يعني صار اتفاق لدى الهيئة العامة لمناقشة واقع هذه الدرجات، إذ أن هناك العديد من الاعتراضات من قبل خريجين. بحدود 3000 أجير يومي يهتفون بنهامة الغبن والإجحاف، وهم يطالبون اليوم بأبسط حق لهم هو التثبيت بوظائف في مجال خدموا به سنين طويلة أزاء مقابل لا يفيق عوائلهم اليومية. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.